إخواني، الله سبحانه وتعالى يحاسبنا مرتين، مرة بالدنيا مرة بالآخرة. وهنالك مسألة يجب أن نؤمن بها، قسم منها مربوطة بالدنيا، قسم منها مربوطة بالآخرة. علينا أن نؤمن بأن أمامنا حساب، الله سبحانه وتعالى راح يحاسبنا، مو بس أنا وأنت، حتى الأنبياء الله يحاسبهم، حتى الأنبياء. أذكر لكم خبر عن الإمام زين العابدين عليه السلام حتى تعرفون قضية الحساب، كيف أن هذه القضية قضية واسعة. وصلوا على محمد وآل محمد. أبو حمزة الثماني من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: كنت مع الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يوم جمعة، صلى الإمام بالمسجد، صليت وياه، طلعنا برا، إجا إلى الإمام إلى منزله، وصى أهل المنزل، أهل المنزل العائلة وصاهم، قال: يا جماعة، إذا إجاكم سائل لا تردوا سائلا، أي سائل، إذا غني، إذا فقير، إذا محتاج، ما محتاج، صادق، كاذب، أعطوه شيء، لا تخيبوا، لا تخيبوا. يقول: كنت يا ابن رسول الله، ليش شنو الإصرار هذا؟ قال: ها، وذلك أن يعقوب أخاف أن ينزل علي ما نزل بيعقوب. قلت: أي يعقوب؟ قال: يعقوب النبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، مع أنه كان نبيا وكان معصوما وكان ذا منزلة عند الله عز وجل، الله يذكره ويمدحه بالقرآن عدة مرات، لكن صدر منه قد عمل، الله حاسبه حساب شديد، لا بس في الدنيا مو بالآخرة. قلت: كيف الله حاسب يعقوب؟ قال: يعقوب عليه السلام كان عنده عائلة كبيرة، عائلته وأولاده وأحفاده، 12 ولد عنده، ومعظم أولاده عندهم أيضا أطفال وعوائل، تقريبا 12 عائلة، 10 عوائل. كل يوم كان يذبح ذبيحة، كل يوم كان يذبح شاة ويأكلون، وإذا فضل عندهم شيء يعطونه أو يرمونه للحيوانات. ليلة من الليالي جاء رجل مؤمن صائم فقير غريب من منطقة أخرى، سامع على يعقوب أنه يوميا يذبح ذبيحة، وهذا الفقير ما يحصل لحم، قال: اليوم أروح أفطر عند يعقوب عليه السلام. جاء وقت المغرب، وقت الإفطار، نادى: يا أهل يعقوب، يا أهل يعقوب، أنا رجل صائم غريب فقير، أريد إفطار. ما أعطوه، ما أعطوه، ليش ما أعطوه ما أدري، ما أعطوه. هم أكلوا وشبعوا وزاد عندهم الأكل، الأكل مو قول لك أكلهم خلصان، لا، كان أكل باقي، لكن هذا المسكين رجع محروم. تلك الليلة الإمام يقول: بقي طاويا باكيا حتى الصباح، جوعان يبكي وما حصل شيء، وقال: إلهي، اشهد بأني عبدك المؤمن الصائم الغريب، اجيت إلى جار نبيك يعقوب، ما أعطوني شيء. فأوحى الله إلى يعقوب: يا يعقوب، يأتيك عبدي المؤمن الصائم الغريب الفقير، يطلب شيء ما تعطونه، وانت وعائلتك تأكلون تشبعون، والأكل الزائد ترمونه، فاستعد لنزول البلاء. تسمعني، حتى يعقوب النبي المعصوم الله ابتلاه بالبلاء. نفس الليلة ابنه يوسف رأى منام، يعقوب هو أيضا رأى منام رؤيا، أما رؤيا ابنه الله يذكره بالقرآن، قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وأما يعقوب هو شاف في عالم المنام أن ابنه يوسف العزيز عنده هجم عليه 10 ذئاب،
أكلوا لحمه وشربوا دمه وكسروا عظمه، ونتيجة فراق يوسف وذيك المحنة اللي أبيض شعره وأبيضت عيناه وحدودب ظهره، وابتلاه الله 40 سنة بفراق ابن يوسف.